الحمد لله وحده، نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا، ونعوذ بالله العظيم من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا نظير له ولا شبيه له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الملك بيده والخلق بيده والأمر بيده، وأمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، إذا ما أراد شيئا قال له كن فيكون. سبحانك يا سامع الصوت يا رب، سبحانك يا سابق الفوت يا رب، سبحانك يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا رب. ونشهد جميعا ان محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خيرة خلقه وحبيبه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الموحدون الكرام، فهذا هو اللقاء الرابع عشر من سلسلة فتن، وهو اللقاء الأخير من هذه السلسلة المباركة التي نسأل الملك في عليائه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها زادا للمسلمين، أن يجعلها نجاة لنا من عذابه سبحانه. وهذا اللقاء هو استكمالا للقاء السابق عن قبل، وبينا في اللقاء السابق ان للقبر وحشة، ان للقبر ظلمة، ان للقبر ظلمة، وبينا انك ستنظر في قبر سنين طوال لا يعلم حقيقتها الا الله، وما عليك ايها الفقير الا ان تستعد لذلك البيت المظلم، وان تستعد لذلك السكن الغريب. ولقاءنا اليوم عن عذاب القبر ونعيم القبر من القران والسنه، ولعلنا نتحدث عن هذا الموضوع لغرضين، الأول هو أنه على المؤمن أن يتعرف على اليوم الآخر وعلى قضاياه، لأنه ركن أساسي من أركان الإيمان الست، يؤمن بالله بملائكته بكتبه برسله باليوم الآخر بالقدر، فمن نقص في إيمانه ركنا من هذه الأركان كان إيمانه ناقص بالظاهر. الشيء الثاني، لأن علم العبد بأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، القبر إما نعيم إما عذاب، إن علم العبد ذلك لا شك أنه سيراجع نفسه ألف مرة قبل أن يظلم، قبل أن يعتدي، قبل أن يجور على حق الناس، قبل أن يقطع أرحامه. إذا كان لقاء اليوم علم وعمل،
كان لقاء اليوم تربية وتنظيم السلوك النفسي في داخلك. إذا ما علمت أنك إذا دخلت القبر رأيته مظلما، إذا ما علمت أنك إذا دخلت القبر ربما سلط عليك رجل هو ملك في صورة رجل يضربك بمطرقة تنزل إلى الأرض السابعة من خلال هذه القبر. إذا علمت ذلك لا شك أنك ستتعذب. عذاب القبر حق، نعيم القبر حق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الإنسان يعذب في قبره؟ نارا. كيف أدخلوا نارا؟ ولماذا يستخدم ربنا الفاء؟ أغرقوا فاء، أغرقوا فاء، أدخلوا نارا. لماذا الفاء؟ لدلالة على أنهم حينما أغرقوا انقلب البحر باعتبار أنه القبر الذي دخلوا فيه انقلب إلى نار عليهم. وذلك إثبات أن القبر في معبد. ولا تتعجب أن ينقلب البحر عليهم نارا، أتدري لماذا؟ لأن الأمر جاء من الله إلى البحر أن ينقلب نارا، كما أن الأمر قبل ذلك جاء إلى النار أن تنقلب بردا وسلاما. فمن الآمر؟ الله. إذا لا عجب، إذا لا غرابة، إذا لا غرابة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. كلمة سنعذبهم مرتين قبل القيامة معناها أنهم سيعذبون في الدنيا بمعاصيهم وفي القبر. اقرأ هذه الآية: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا كانت النار التي سيعرضون عليها غدوا وعشيا ليلا ونهارا بخلاف العذاب الذي ينتظرهم في الآخرة، إذا هو عذاب القبر. قال سبحانه وتعالى: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. جاء في رواية صحيحة على شرط مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر العيشة الضنك بأنها عذاب القبر. أدلة كثيرة القرآن والسنة تؤكد أن القبر عذاب. تعال معي إلى كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا ويفصل لنا ويفسر لنا ما تجمع القرآن. متى يبدأ العذاب أو نعيم في القبر؟ يبدأ العذاب أو نعيم في القبر بعد انتهاء الملكين من السؤال. كما جاء في كل الروايات التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة سؤال القبر وفتنة القبر في السؤال: فإذا قال رضي الله عن المؤمن ديني الإسلام نبيه محمد علمي القرآن قرأت وعملت به يفسح له في قبره 70 ذراعا طولا و70 ذراعا عرضا. وإذا كان كافرا أو منافقا فسئل فقال: لا أدري لا أدري. فماذا يقال له؟ يقال له: لا تريت ولا تليت، ويفتح عليه باب من النار ويودع عليه رجل بمطرقة يضرب بها بين أذنيه ضربة يسمعها كل الخلائق في ذلة الثقلين الإنس والجن. في نهاية السؤال يحدد بداية الباب: جنة أم نار؟ عذاب أم نعيم؟ لكن سألت نفسي: لماذا يا ربي العذاب في القبر؟ يعني أما كفانا مصائب في دنيانا؟ لماذا يا ربي العذاب في القبر؟
فقلت إنه الرحمن الرحيم الذي لا يفعل شيئا عرف أبدا. فربنا سبحانه وتعالى وإن عذب العصاة في قبورهم فذلك رحمة بهم. الله أكبر. لماذا؟ إن كان الذي يعذب الكافر فهذا مصيره في القبر أو في الآخرة، أما إن كان مسلما لكنه صاحب معاصي ولم يتب منها ولم يصلح ما بينه وبين الله قبل موته فإن العذاب في قبره بمثابة الطهارة والتنقية والغربلة لهز سيئاته لكي يبعث يوم القيامة إلى الله وقد نقي من ذنوبه. لأن لو قارنا بين عذاب القبر وعذاب الآخرة أيهما أشد؟ عذاب الآخرة أشد. يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الموقف يوم القيامة فيقول يغضب ربنا يومها غضبا لم يغضب مثله قط. ترى الناس سكارى ومن سكارى ولكن عذاب الله شديد. وربنا سبحانه وتعالى يصف القبر بالظلمة ويصف القبر بالضلمة ويصف القبر بالفتنة ويصف القبر بأن فيه عذاب، لكنه يصف يوم القيامة بألفاظ تشيء منها رؤوس الأبدان. فإذا جاءت الطامة الكبرى، فإذا جاءت الصاخة، إذا زلزلت الأرض زلزالها القارعة الحاقة، يومئذ تعرضون للبختر منكم خافيا. إن يقول الناس لرب العالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا وجاء يقول ربي سلم سلم ربي سلم. فكان من لطف اللطيف الخبير الرحيم الكريم العقل من مسكين العاص أنه ينقيك في الدنيا فإن لم تحدث له التنقية في الدنيا لم تكتمونه أعظم. فإذا دخل إلى القبر نقى من ذنوبه حتى يبعث إليه يأكل ابنه ولا يريد أن يفتح أبواب الصلاة. رحيم كريم سبحانه. إذا قضية العذاب في القبر الناس تظن أنها كلها شر، لا، هي من جنس الخير لأن الذي قدرها من؟ الله. والله لا يقدر إلا كل خير إلا كل خير. ولكن إذا كان عذاب القبر خير لينقي العبد قبل أن يبعث يوم القيامة ويفضح بين الخلائق، إذا كان خير فالأخير منه والأحسن أن لا نعصي ربنا حتى لا نعذب في قلوبنا ولا نفضح يوم القيامة. الأفضل ألا نعصي حتى لا نعذب في القبر ولا نفضح يوم القيامة، هذا هو الأولى. التوبة عظيمة وشيء عالي القدر عند الله، لكن ترك الذنوب أولى. ترك الذنوب اليوم اللقاء يدور على نحو الأول: ما هي الأسباب التي إن فعلت واحدة منها عزبت بها في قبرك؟ النحو الثاني: ما هي الأشياء التي إن فعلتها منع وأجب عنك عذابها؟ ولاحظ معي أن بعض الناس من الممكن أن يفعل أكثر من سبب يوجب عذاب القبر فيكون العذاب أشد. لذلك قال العلماء: الداخل للقبر بمعاصي إما مستقل وإما مستكسر، يعني على قدر معاصي يتعذب وعلى قدر ما تقترف من هذه الأسباب تعذب فيها. فما هي الأسباب التي إن فعلت واحدة منها تظلمك؟ السبب الأول الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك منه أكبر ومنه أصغر،
الشرك الأكبر هو أن تعبد أحدا مع الله، نعوذ بالله، كما كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. الشرك الأصغر الذي يقع في كثير من المسلمين الآن أن تطوف بضريح لولي من الأولياء، شرك أن تنذر ضريحة لولي من الأولياء، شرك أن تحلف بغير الله فتقول والنبي والولي والأمانة والعيش والملك وتربة الميت، كل الحلف بغير الله شرك. أن تعلق تميمة في صدرك أو صدر زوجتك أو صدر ابنتك أو صدر ابنك، شرك. أن تعلق فرزة زرقاء على بيتك أو في سيارتك، شرك. أن تعلق كفا أربع صوابع مكتوب عليه معوذات في سيارتك أو على باب بيتك، شرك. هذه الأنواع بصورة من صورة الشرك توجب العذاب في القبر، توجب العذاب في القبر. تدري لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والموحد حقا هو الذي يلقى الله، ليس في قلبه ولا في حياته في صورة أو ذرة صورة من الشرك. وهذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يعذب. السبب الثاني من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله النفاق، والنفاق أيضا نوعان: نفاق عقائدي يعني قلبه مريض، وقلبه يكره الإسلام، يكره النبي، يكره الصحابة، يكره القرآن، يكره التكاليف، يكره الفرائض، يكره يصوم، يكره يصلي، لكنه أرغم على أن يفعل ذلك ليقول الناس عنه أنه مسلم. والعياذ بالله، كما كان يفعل المنافقين وعلى رأسهم ابن سلول قبل ذلك. وهذا نسأل الله أن لا يكون في المسلمين أبدا. إنما النفاق الثاني هو يقع في كثير من المسلمين، وأيضا هو من موجبات عذاب القبر، اللي هو النفاق العملي في عقائد القلب. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أقلب، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية أربع. وقال صلى الله عليه وسلم فيها: وإذا خاصم فجر. الذي يوجد فيه صفة من هذه الصفات واستمر عليها ولم يجد رضاه منها يصبح منافق. وهذا المنافق بنص الآية التي قلناها في بداية اللقاء: وعذب في قبره. ومن أهل المدينة مرض وعلى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم. السبب الثاني من أسباب موجبات عذاب القبر الكذب، سن الكذاب. يقول الناس هذه كذبة بيضاء، يقول الناس لكي تسير المصالح لا بد أن نكذب. أقول لا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرك كذب حتى يكذب عند الله كذاب، سواء رجل أو امرأة أو شاب أو صبي. طب ايه الدليل على ان الكذب يجعل الانسان الكذاب يعذب في قبره؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: وانا نائم اتاني الاتيان ملكان فقطعتان فقال لي: كنت لكما مما راى صلى الله عليه وسلم، فرايت رجلا جالس ورجل اخر واقف ومعه واقف كلوب من حديد. كلوب من حديد يعني حديده لها في طرفها شيء زي حديد الجزار او القصار الذي يحمل عليها اللحم. ماذا يفعل الواقف والجالس؟ الواقف اللي هو في صوره رجل هو ملك في الحقيقه، الواقف ياتي على الجالس بهذا الكلوب ويأخذه من فمه من شفته ويفتح شفته حتى يصل الى الرفاع. اذا فعل ذلك في الجانب الايمن
تركه وذهب للجانب الايسر فعل فيه هكذا. اذا انتهى من الجانب الايسر رجع الجانب الايمن الى ما كان عليه فياتي للجانب الايمن وهكذا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا ولماذا يفعل فيه هكذا؟ قال جبريل وميكائيل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من امتك يكذب الكذبة فتصل افاق فيتداوله الناس وهو يعذب هكذا الى ان تقوم الساعه. ايضا من اسباب العذاب القبر اجر القران والنوم عن الصلاه. لازم يقول الله اكبر وانت نائم في بيتك. القرآن بين يديك وحباك الله بلسان طلق تستطيع أن تقرأ وأنت لا تقرأ. القرآن تسمعه ليل نهار ولا تعمل به. القرآن بين يديك وتستطيع أن تسمع وأنت تقرأ. بعد المحطات والقنوات الأخرى تسمع بدل القرآن. أعرض عن ذكر القرآن. ما جزاء ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي رواه البخاري ومسلم الحديث سبق في جنده قال انطلقنا فرأيت رجلا نائما مستلق على قفاه على ظهره وآخر واقف يحمل صخرة ويضرب النائم على رأسه حتى ثم ينزل الواقف إلى الصخرة بعد أن تدخلت رجع ليأتي به. فإذا عاد وجد رأسه صارت كما كان فيعود ويفعل فيه كذا إلى أن تقوم الساعة. من هذا؟ قال جبريل وميكائيل هذا الرجل الذي يهجر القرآن وينام عن الصلاة من والجزاء من جنس العمل. الأول كذاب العذاب في فمه الذي خرجت منه الكلمة والثاني لما نام برأسي على الصلاة المطلوبة كانت الصخرة تنزل تفجر رأسه. الجزاء من جنس العمل. السبب الخامس من أسباب موجبات عذاب القبر الزنا. نسأل الله أن يقينا الزنا. الزنا قال صلى الله عليه وسلم فانطلق فإذا نقبل مثل التنور مثل الفرن ضيق من اعلاه وواسع من اسفله وفيه رجال ونساء عراة وحمى عليهم النار من اسفله فاذا حملت النار صرخوا وعالوا غير انتفع الحجر يفعل بهم الى يوم من هؤلاء؟ قال جبريل وميكائيل هؤلاء يونسنا وكان الجزاء من جنس عراة رجال النساء يأتيهم النار من أسفل من عند الأعضاء التي تمتعوا بها في الحرام أسماء يعذبون في قبورهم إلى يوم يبعثون إلى الناس. ثالثا من موجبات عذاب القبر الربا وقتل الربا. قال صلى الله عليه وسلم فانطلق فرأيت نهرا من دم وإذ به رجل يسبح وعلى شاطئ النهر رجل عنده صخور في يده فإذا سبح الرجل من النهر حتى وصل إلى الرجل الواقف على الجسر أراد أن يخرج من النهر القمر الواقف حجر في فمه ورجع يسبح ويفعل به هذا فسألت من قالوا إن الجزاء من جنس أما أن تصف دماء الناس جعله الله يسبح بحر من دم في حقه وكما أنه ظن أنه يأكل كثيرا من الفوائد التي يأخذها في الدنيا الله سبحانه وتعالى أنقذه وإجابة كفاية على يأكل شيئا ولم ينقذه. السابع من موجبات عذاب القبر الغيبة باللسان.
الغيبة والنميمة، تذكر فلان بعيبه، تقول فلان ده أعرف، فلان ده أعرف، فلان ده سيء، فلانة الفلانية ده ما تعرفش حاجة. هذه غيبة ونميمة، وعذب صاحبها في القبر أو تعذب فاعلتها في القبر. قال صلى الله عليه وسلم لما مر على قبره قال لأصحابه: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما وقد تعذب لأنه كان يمشي بين الناس بإذن يذهب بذلك، ويقول فلان يقول عليك كذا، أو يختار الناس في غيبته. الثامن من موجبات عذاب القبر عدم الاستنجاء، استنجاء صحيح، يعني يدخل الخلاء ويخرج ولم يستنج استنجاء صحيحا، هذا يعذب في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، اي على الرجل الذي يعذب في قبره. وسال العلماء سؤال: لماذا عذاب القبر خاص بالحديث على المختار الثاني وعلى الذي لا يستبرئ؟ فقالوا: لأن المختار تعرض لحق العباد، اختار الناس، ولأن الذي لم يتطهر ولم يستنج استنجاء صحيحا ولم يستطر من بوله تعرض لحق الموت. فلما قصر الأمام المختار في حق الناس، ولما قصر المستنجي في حق الله، استوجب ان يكون عليه كفيل. التاسع من موجبات عذاب القبر الكذب والخيلاء، يمشي على الارض ويقول: انا مفيش غيري، انا عندي، انا لي، انا املك، انا اللي املك القرار، انا اللي اقول، انا اللي اعمل، كل اللي تحت مني تحت رجلي، فكذب وخيلاء. هذا يعذب في قبره ثم يعزم يوم القيامه. لذلك حتى لو تكبرت على الناس بثيابك، حتى لو دخلت الخيلاء الى قلبك بثياب طيب انت تلبس، فانك تعزم في قبرك بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في ثيابه خيلاء انخسف الله به الارض فهو يتجلج فيها الى يوم القيامه، يعزف بسبب كبره وكسره. الموجب العاشر هو من اخطر موجبات عذاب القبر التي لا نهتم بها: الدين. عليك دين ومت قبل ان تسد دينك، اعلم انك تعذب في قبرك بسبب ذلك. جاء جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليها، جلس على الأرض وخط خطا على الأرض، فقال للمسلمين: أعليكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليكم. فقال زيد بن أسلم: حرص للنبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعتد أحد منا على حق أحد، على ألا تموت إلا وأنت تسد ما عليك من ديون الناس. حرمت ديون الناس في رقبتك تجعل الحبيب الرحيم صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن ان يصلي على المنجوم. كان يقول ربنا اسال باسم الله عادي الرحيم. وقد ذكر رسول الله علي وصلي عليه، يعني انا اسد الدين ورين وصلي علي، ان صلاتك سكن لهم ورحمه لهم. قال: عليك يا ابا قتاده. قال: علي يا رسول الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ثم في الغد قابل الرسول صلى الله عليه وسلم وساله: ما فعل الديناران يا ابا قتاده؟ انه دفن بالامس يا رسول الله. فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في اليوم الذي بعده وقابله وقال: يا ابا قتاده، ما فعل الديناران؟ قال: يا رسول الله، سببت الديناران. قال: اذا ارد جئت اخيك في قبره. كان مفتوح عليه باب من النار ستصل اليه، حرارة النار ستصل اليه بدينه الذي عليه، لولا انك دفعت الدينارين لكان عليه. وجاء رجل في رواية صحيحة، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، مات أخي، مات أخي، وقد ترك ثلاثة من أهل سأقسمهم على أبنائي. ما
قال صلى الله عليه وسلم إن المخاطر محبوس حول كلمتي لديه العبيد تقطع طبعا تقسم بالكلمة اذهب وابحث وانظر أصحاب الديون أعطيهم ديونهم أعطيهم حقهم لماذا؟ محبوس حول كلمتي بسبب ذنبين السبب الحادي عشر من اسباب انجباط عذاب القبر قتل المال العام قتل المال العام يعني مال المسلمين اين يعني لو قلنا انني قفزت هذه المروحه استخدمها في بيتي طب انا كده استخدمت المال العام وعز في قبري بذلك لو قلت انني جالس على مكتب في عملي والهاتف بجواري استخدمت الهاتف لمصلحة خاصة كده أنا أكلت المال العام أعزب في قبري أعطوني في العمل سيارة لأقضي بها مصالح العمل خاصة بدون إذن أصحابها في مصالح خاصة قبل ما أعطي المال العام أسلمت المال العام لذلك أعزب في قبري حتى قبل ساعة قبل الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا الى غزوه جاءت غنائم يعني اموال المسلمين وحلت المسلمين لكن لم تقسم بعد فجاء رجل واخذ شمله اخذها قبل ان يقسم المال والمال مال عام فمات قال صلى الله عليه وسلم من اصحابه والله نسميها كوفية شملة لا تساوي شيء وهذا رجل من صحابة رسول الله أضف إلى ذلك أنه مجاهد إنما القضية أخطر ما يكون حتى ينتهي المرء إلى أنني لو أخذت منك أنت شيئا أنت الذي ستسألني عن ذلك الشيء أما إن أخذت المال العام من المسلمين كلهم فإن كل المسلمين سيسألونني أمام الله تعالى السبب الثاني عشر من موجبات عذاب القبر الاعراض عن ذكر الله قال تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى اذا في قسمين العذاب في الدنيا في الاخرة معيشة ضنك قال المفسرون جاء في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم معيشة ضنك يعني عذاب من الذي يعرض عن ذكر الله؟ يعني على سبيل المثال الذي يغلق القران ويفتح اذانه هذا اعرض عن ذكر الله. اعرض عن ذكر الله يعني بدله بشيء اخر. الذي يسمع ان الله حكم بشيء ويحكم بغير مراد الله هذا اعرض عن ذكر الله. الذي نقول له سنه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا فيقول لكني ارى ان ذلك خير لا افعل خير. هذا واعرض عن ذكر الله. السبب الثالث عشر من موجبات عذاب القبر النياحة على الميت. النياحة على الميت يعني المرأة بعد أمام الزوجة والأبرة والأخ. الميت تروح عليه، تروح عليه مش مجرد البكاء، وهي تصافح الدموع تصافح الدموع والبكاء هذه رحمة في القلب. لما مات إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى فتساقط الدموع. لكن المقصود بالنياحة هنا هو اللطم وشق الجبين والقول على الله بدون حق. ليه يا رب بتحكينا كده؟ ليه يا رب عايز كده؟ ليه يا رب خدت ده هو اللي كان بيجري علينا؟ ليه يا رب؟ والثانية تقول يا جملي ويا بعلي ويا نخلتي. هذا كلام حرام مطلقا. هذه نياحة. قال صلى الله عليه وسلم هذه نياحة تجعل الميت الذي مات يعذب في قبره بجانب. قال عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب في قبره متى يهلي عليه. هو ذنبه إيه؟ ذنبه أنه لم يوصهم ألا يفعلوا ذلك. ذنبه أنه لم يعلمهم ألا يفعلوا ذلك. ولذلك قال العلماء إن أوصاهم ألا يفعلوا ذلك. وإن علمهم ألا يفعلوا ذلك. وإن علمهم أن ذلك حرام ففعلوا فليس عليه ذنب ولا يرتب في قبره. أما إن أوصاهم أن يفعلوا ذلك أو علم أنهم سيفعلون ذلك وسكت ولم ينههم فهو يعذب في قبره بسبب إنتهاك
السبب الرابع عشر من موجبات عذاب القبر، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أناسا معلقين بعد موتهم من عراقي بهم، وقد شققت شفاههم وبصير كبدهم. فسألت من هؤلاء؟ فقالوا: فيهم هؤلاء الذين يفطرون في رمضان غير صحيح. السبب الخامس عشر من موجبات عذاب القبر: المرأة التي تمنع لبنها عن وليدها أن ترضع. قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت حيات تنهشن صدور نساء. حيات تنهش صدور نساء. فسألت من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء النساء اللاتي يمنعن البائنون عن اولادهن الرضاعه. السبب السادس عشر والاخير من موجبات عذاب هو ان تقول شيئا للناس من خير ما لا تفعل، ان تامر ببر ولا تعمل به. قال صلى الله عليه وسلم: رايت اناسا تقطع شفاههم بمقاريض من النار بعد موتهم. سألت من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الأطباء الذين يعلمون الناس ولا يعلمون. هذا جزء من الرياضة الصحيحة من عذاب تنازل عن الأطباء. يجعل له مخرجا في الدنيا ويقتل من الدنيا.
من اهم الاسباب التي توجب من عذاب القبر الاستقامه. يعني هذا هو الطريق الذي يوصلني الى الله. تسير عليه ولا تلتفت الى يمين ولا يسرى. وطريق الله له امر الكتاب والسنه. مراد الله سنه مراد رسوله. ما يرضي الله سنه ما يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق المستقيم وهذه هي الاستقامه في ادق معانيها. قال تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ماذا يحدث لهم؟ تتنزل عليهم الملائكه. متى؟ عند الموت. الا تخاف ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الملائكه عند الموت تبشرهم. فاذا بشرهم الملائكه عند الموت الذين استقاموا على طاعه الله وعلى خير، فماذا يحدث لهم في القبر؟ نعيم لا عذاب. من اهم الاسباب التي تمنع العذاب وتوجد الرحمه في هذا السبيل. نسال الله سبحانه وتعالى ان تراق دماؤنا في سبيله من اعضاء كلمه الاسلام. قال صلى الله عليه وسلم: للشهيد سبع اشياء مع اول قطره تنزل عليه. قال: منها وجار من اعمالك ووجار من اعمالك. سال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته من الشهيد والذي يقتل في سبيل الله. قال: اذا الشهداء هم القليل الحريق شهيد والمقتول شهيد والغريب شهيد والذي يموت بمرض جنب شهيد. والمرأة تموت ومبيت هذه أبنائها إذا هذه الشهادة. وكل أصحاب البلايا وأصحاب المصائب اعلموا أن هذه المصائب طريق إلى الجنة. اصبروا أنفسكم واسألوا الله سبحانه وتعالى لذلك بلغنا صلى الله عليه وسلم ان قدر الشهاده عالي. بلغنا ان نسال الله سبحانه وتعالى الشهاده، فمن سال الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه. يعني قلبي كده يا رب يا رب ارزقني الشهاده، يا رب اجعلني مع الشهداء، يا رب اختمني بشهاده اذا تمنيتها من قلبك بصدق حتى وان مت على فراش نومك. إن الله سبحانه وتعالى يبلغ فبفضله وكرمه نزل السبب الرابع من موجبات المغفرة ومنع العذاب أن يأتيك في القبر سورة تبارك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تمنع عذاب القبر، نعم تمنع عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك المانعة من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم: سورة هي 30 آية منعت صاحبها من العذاب. أيضا من الأشياء التي تمنع وتحكم عذاب القبر عنك فيها قبرك أن تموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. أن تموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. هذا لطف من الله. هذا لطف من الله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا أجاره الله من فتنة القبر وعذاب. الحديث صحيح. أشرب من ماء زمزم ونية أن ينجيك الله من عذاب القبر وأنت تشرب، بفضل الله تجار من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: زمزم بما شرب. زمزم من شرب ان شربت ونيتك خالصه لله ان ينجيك الله من الفقر. ان شربت ونويت في قلبك ان ينجيك الله من المرض نجانا الله من المرض. ان شربت ونويت ان ينجيك الله من المرض بفضله وكرمه نجاك. من موجبات مغفره القبر او منع العذاب ان يحييك القبر توبه وسيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقت وانت على عبادك اعوذ بك من شر ما استغفرت واتوب اليك واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت.
قال صلى الله عليه وسلم: من قالها في ليلته طيبه فمات في ليلته وبكته الجنة، ومن قالها في نهاره فمات من نهاره قبل أن يمسي فموته الجنة. التوبة سيد الاستغفار، تقول بالليل أو بالنهار فإذا مت كيف يأتيك عذاب في القبر بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهلي، فهو من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. الموجب الأخير من موجبات المغفرة تقضي الدعاء الدائم، دخلت امرأتان عجوزتان من اليهود على عائشة رضي الله عنها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بأن الإنسان يعذب في القبر، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة أخبرته بذلك فقال: نعم يا عائشة الإنسان يعذب في القبر. تقول السيدة عائشة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة بعدها إلا استعاذ من ذلك فيه أن يعذب. وأسروا من الدعاء إلى الملك وحده أن ينجينا وينجيك وينجي أرحامنا وينجي والدينا وينجي أحبابنا من فتنة القبر وأعذب إنما أعطي. هذه هي الأخيرة آخر لقاء من سلسلة سائرين ولا مسألين معتمدين على الملك ولا نتوكل إلا على الملك إنه أكبر من وأن يجعلها خالصة وجهك. اللهم هاد نفوسنا اللهم هاد نفوسنا أهوانا وزكيك بخير نفسك أنت ولينا ومولانا. اللهم حقق لنا الايمان وزينه بقلوبنا وقرب الينا وصوت الاسلام وتوقع من الموجودين. اللهم اعلق ضرائبنا وعيد جندنا وانصر اسلامنا. اللهم اصلح لنا جميعا بك واسلمنا واصلح لنا جميعا بك اليوم عاشنا واصلح لنا فرقنا الذي اليه عامنا. اللهم اغفر الفتن من ضعف وقوتهم اللهم اجعل الفتنة ما ظهر وما بطن. اللهم اجعل قلوبنا سامعة لندائك. اللهم اجعل أسئلتنا ملهفة بذكرك.